قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية. دفع مئات الآلاف إلى الشوارع في القاهرة. الانتصار دوت ما عشناهوش 30 سنة. لأن منطقة الثورات كان دائما يقول إن الشعب أبقى من حاكمه وأقوى. أذكر الكثيرة وأذكر تونس. مفيش ظلم تاني، مفيش خوف تاني. تغطيتنا متواصلة من قناة الجزيرة لثورة الشعب المصري. بقولك انا عايزك في حاجه مهمه، ركز فيها معايا. تمام، في مركز تدريب كلمني. تمام، مركز تدريب كبير. مصري ولا بره؟ في مركز في مصر واصله في الكويت. تمام، هيعمل ندوه في الكويت يوم 37/3. حلو، ندوه في الكويت كام؟ 37/3. الو، يعني 37/3 يا ابني؟ 27/3 يا معلش. 27/3. المهم انجز. دلوقتي لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي احنا عايزين رقم وائل غنيم. هم يعني شافوني في مصر النهارده فجابوا رقمي ويقولوا عايزين وائل غنيم. تمام؟ فانا قلت لهم ماشي وائل غنيم وكل حاجه، بس في عبد الرحمن منصور ده كان معايا اشتغل برضه في الصفحه. فاهم ازاي؟ اقول له المركز ما عندوش مانع ان هو يجيب حد تاني، بس ايه مش مشكله وكده، فحد تاني ان شاء الله حتى وائل غنيم يرشحه لنا وبتاع كده. فانا عارف ان عبد الرحمن منصور فين في التجنيد. تمام؟ تمام. قلت لهم بقول لكم ايه؟ انتوا ايه نابع عن ايه؟ قال لي عن دور الميديا وكده، واللي هي الفيسبوك والحاجات دي كلها في ايه؟ في السياسه وكده. قلت لهم طب بصوا يا جماعه، طالما هي كده في مجموعه تانية اسمها مجموعه 6 ابريل ومرسل واحد شباب اسمه ماهر، اول ناس استخدمت الفيسبوك وكده في حاجه حقيقيه يوم اضراب 6 ابريل 2008. بالاضافه ان هم اول ناس عملوا الايفنت على الفيسبوك واشتغلوا عليه وهم اللي نسقوا. يعني حكيت له قصه. هتقول لي بجد والله؟ هتتحشر. يا احمد؟ ايوه. المهم فقال لي ايه؟ طب ماشي، طب والله ده احنا ممكن نكلمه وما اعرفش ايه، ويبقوا لان خلي بالك كمان هيبقى ندوه وفي نفس الكويت وما اعرفش ايه، ويعني حاجه كويسه جدا. انت فاهم؟ وبيقول في مصريين في الكويت احتمال يعني يفوتوا تبرعات وبتاع، الله اعلم يعني. تمام؟ فالفكره كلها بتقول لا ده احمد ماهر وبتاع وانا ممكن اديك رقم. قال له خلاص ماشي اديني رقم، بس خلي بالك بقى من حاجه، انا عايز اديك رقمه تتصل بيه تقول له انتوا مع وائل. ليه؟ لان هو قال لي ايه؟ قال لي بص هات رقم وائل وانا هخلي وائل يرشح لحد، مش هو برضك زميله مصطفى النجار؟ انت فاهم؟ فيروح بقى يقول له مصطفى النجار، فمش منطقي. طيب انتوا وهم وائل، فانا عايز اديك رقم تليفونه دلوقتي وهديله رقمك. انت تكلمه قول له استاذ احمد حسين من مركز اكتد، انا احمد ماهر كذا كذا كذا، واحنا عملنا كذا وعندنا استعداد يعني نروح نبعت واحد مننا، سواء انت بقى او اي حد. خلاص ها؟ ايوه، عشان دي حاجه جامده جدا. هو بس انا توقف في الكويت كده يومين وبتاع، مش عايز بقى ايه وائل يروح وياخد معاه مصطفى المنجار والجو ده. انت فاهم؟ طيب هو عايز وائل شخصيا ولا عايز الاكتب على الاسم ولا عايز؟ لا، عايز وائل على اساس ان هو شهره بقى وبتاع، ف تبقى حاجه كويسه. فاهم؟ ما انا قلت له يا عم ده في ناس وبتاع. لا هو عشان بس هم عايزينه عشان الشهره وكده. خلاص فل، يعني مفيش مشكله. خلي بالك كمان بيقول لي ايه، وفي مصريين هناك عايزين يدفعوا تبرعات للي ما اعرفش ايه وايه. قلت لا، وائل غنيم مصطفى النجار وتبرعات؟ لا، انت فاهم؟ يدفعوا تبرعات للي ما اعرفش ايه وايه. قلت لا، وائل غنيم مصطفى النجار وتبرعات؟ لا، انت فاهم؟ فالمهم انا هديك رقم دلوقتي. ماشي؟ رقم كام؟ 618. ايه اسمه؟ احمد حسين.
انا بتروح من الناس. قال لي انا قريت اسمه قبل كتير فاهم ازاي. طب اديني رقم. فانا دلوقتي ابعت له رقمك برضك. بس ايه انا بص انا عندي حركه فعلا. هبعت له رقم واقول له خد منه منح. انا مش هديله ان الرقم وائل. هقول له كلم احمد منير وخد من الرقم وائل. حاسسه برضك ان انت ايه يعني انت صاحب وائل يعني مش ضده فاهم. وانت ما تخبطش في وائل. قول له ده انا ممكن نكلم وائل ونروح مع بعض فاهم. بس بحيث مثلا لو في تبرعات لو في اي حاجه يبقى في طرفين موجودين يعني. ماشي طيب. اسمه عمر حسين. ساعه ثانيه كان في حد عارف مركز فاكر اسمه ايه معهد القومي الفرنسي او حاجه زي كده يعني. كانوا يعني عايزين حد من الاتراف يسافر في النص الثاني من مارس. النص الثاني من ايه؟ مارس. يسافر فين؟ فرنسا. فرنسا؟ ندوة عن 25 و بيدلوها في موضوع السفر دوت. انا ما عنديش مشكلة بس قلت الاختيار يعني. انت بيديك انت اللي تختار يعني؟ هو اشروك كذا اسم الاتراف عموما يعني. بس الفكرة كلها ما عنديش مشكلة في السفر. بس فيها ان الندوة مش تبقى يعني لقاء تلفزيوني زي مصر او حاجة زي مصر يعصروا اللي رايح لهم. لسه كان فيها فرحين يونان عندهم هناك احزاب يساريه واحزاب يعني كل الاحزاب اللي هناك فمسكوهم غسلوهم هناك يعني فاهم. لا ما عندناش مشكله كل ادق التفاصيل في حساسيه في مصر وفاهمين حساسيه في مصر اكتر من المصريين يعني. طبعا ما هم لو انت بتتكلم عن مركز ابحاث اكيد هيعملوا كده. فرنسا نفس الكلام برضو يعني. وكمان المركز نفسه يعني محسوب هناك على اليمين شويه. فيكون يهمهم بقى ايه العراق الشرق الاوسط ومش عارف ايه وامريكا وفرنسا و حاجات دولار ومش عارف ايه يعني. لا ما عنديش مشكله. طيب ماشي. المهم انا دلوقتي بص انا مش هبعت رقم وائل. انت معاك رقم وائل ولا تقولك؟ معايا رقم وائل. خلاص انا بعت اقول له احمد ماهر اهو رقمه وهو يديك رقم وائل هيظبط لك مع وائل بس تروح. لان هو كمان عم يقول ايه ده في ناس مصريين كتير جدا عايزين يدفعوا تبرعات وكده. فانت تظبط بقى الليله معاه. خلاص فل. ماشي يا باشا سلام. وقول له قول له برضك احمد وعيه قول له احنا عملنا كذا. ماشي خلاص ماشي سلام. لا هل تريد من الربيع العربي أن يصل إلى الجزائر؟ قلت إنه تأخر حتى وصل إلى الجزائر. Of course I want. طبعا. I don't want. I have so many friends in Algeria. لدي الكثير من الأصدقاء في الجزائر. I have so many friends in Algeria. لدي الكثير من الأصدقاء في الجزائر. Great youth in Algeria. وأعرف أن الجزائر بها شباب عظيم يحلم وآمل أن من أجلهم أن تتحقق هذه. ذكرت صحيفة الخبر الجزائرية السبت أن فريق بحث جزائريا تمكن من صنع أول طائرة من دون طيار بمركز البحث والتطوير التكنولوجي بمدينة بوسماعيل بالضاحية الغربية للعاصمة. وذكرت الصحيفة أن الطائرة أنجزت ضمن ما يعرف بمشروع أمل وهي مزودة بجهازي تصوير وتتمكن من التحليق على ارتفاع 3.5 كيلومترات وعلى امتداد 6 ساعات كاملة. وأضافت أن المشروع ينتظر أن يخرج عنه في نهاية 2013 بعد 3 سنوات من العمل.